السلام على المشاهدين الكرام، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ هانيه بخير، نتمنى من الله تكون ديما على خير وبخير. الله يطول في عمركم خوتي حبيبي. كانت رحله زوينه، ولكن كانوا بزاف الاعمال كانوا غيكونوا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. مرضت فعلا، دابا كنت معكم راني مريض. نتمنى من الله الشفاء ليا ولجميع المسلمين يا رب. بصراحه مرضت مريض بزاف، راه كنهضر غير بزز. فالعصابه اللي قتل كاودي دير فيديو، حنا غاديين. مرحبا، انا على قدر المستطاع كنهضر. خوتي احبابي، يلا قولوا شي حاجه. فرحنا وماشي كي دوزتو الخرجه، كي دوزتو الخرجه مزيانه، ولكن ما كناش زيد ما سخيناش صراحه. ان شاء الله جينا باكين، مشينا فرحانين، جينا باكين ما سخيناش. مازال نعاودوها ان شاء الله ياك. ان شاء الله ان شاء الله بدور مزيانه والصحه ديالنا مزيانه ان شاء الله باذن الله. خصنا هو اللي مريض وندعو معاه بالشفاء العاجل، نكملوا الرحله ان شاء الله يكون برام ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله مازال دابا غنمشيو عند واحد الاخت ديالي مسكينه. راني مريض، قسم لكم بالله راني مريض بزاف والله. غير تقريبا 3 ايام ما كليتش الخبز. شوفوا عيني، راه عطيكم الاخبار، راه غير غنمشي عندها على اساس انني درت معها غنجي وما خصني نمشي. مسكينه راه كتسنى، ولكن الا مقدرش خصني نمشي عندها ضروري. مدام ادم ما تخيناش صراحه، ما ياك. انا نوضوا انتم نوضوا. والله واحد العمة مسكينة صراحة الله، درويشة ولا ميحة، هو كذا يقول مثال تا هو درويش، راجل مزيان والله. الظروف شاعت الأقدار أنا باش نرجعو بحالتنا، الظروف ديالنا ومدرسة وبزاف ديال الحوايج خلاونا نرجعو بحالتنا، ولكن غير الله ما سخيناش. وخلينا حتى واحد ما كيصحاب الجو العائلي وجو الحميمي وجو الطفولة نتفكرو، ما كنهضرش غير الله. كانوا غيكونوا فيديوهات كثيره صراحه، كانوا اعمال غيكونوا، ولكن احنا دابا على مقربه المشارف ديال سد الوحده. هذا هو باش نقطعوا عند الاخت ديالنا، هو هذا هو سد الوحده كما كتشوفوا. ان شاء الله غندوزو قدامو غتشوفو تعيشو معنا اللحظات. حنا غادي نعيب شويه. أكبر سد في إفريقيا، أكبر سد في المغرب، وثاني سد في إفريقيا عفوا. وهذا ما تبارك الله.